السلام عليكم الإخوان، حياكم الله، مرحبا بكم. واحد تذكير خفيف، كاين هاد بيكانتو 2010، طوموبيله زوينه تبارك الله، كاروسري نقي، موتور نقي، ها هي ضربه 180,000 2010، موتور على حسابي الإخوان. ها هي السياره اللهم بارك، مليحه. الثمن داك النهار قلت له 600، بصراحه باقا ما استيكيناها ما غسلناها، قلت لهم زعما 600 ما دام باقي ما استيكيت ما غسلت، خليها ب 5900. اللي بغى يطلق يدي ولا هذا مرحبا، زوينه حتى من الداخل، غير دابا الضو ما كاينش فيها. الصالون ديال الجلد سومي كوير، طومبيله زوينه ما فيهاش لاكليم. ها هي الاخوان، كاينه التوران 2008، الديوان 2013، نقيه الكاروسري مجبد، ما كاين لا كسيده لا والو، وفيها روتوش خفيف ماشي كامله مصبوغه، موتور مزيان، جربناها في الطريق زوينه الطوموبيل. ها هي غدا ان شاء الله نديرو فيديو، دابا هذا بصراحه شويه الضو ما معاونش. هذه الثمن ديالها اخر ثمن 10800 اخر ثمن، وكاينه الباسات سي سي 2011، قبل الباسات كاينه هاد المرسيدس ماشي للبيع بعدا ديال صاحبنا، فتح حدانا واحد المحل، واحد الجار حبيب هو ولا حدانا هنايا اللهم بارك، اشنو سماتي لوفيني، هذا مول نضادر صاحبنا اللهم بارك. ها هو الاخوان فتح حدانا هنا حدا عادي الاوطو، الحي عندنا غادي كيتزهر الله يبارك. ها هو هذا النظارات، داك الشيء بروفيسيونال مليح، هاد خونا عالي. ها هو عادي نطو، عادي نطو، مرحبا. افتح هنا قريب الكراج، ها شري طوموبيل ودير نضيدرات وسير، ها الله يبارك. نرجعو ل باسات سي سي 2011 البلاد، سومي كوير سيزيام المليح، الموتور مجبد، الرويد مليح. هذه ان شاء الله باذن الله غدا ندير لها فيديو، كل مره نقول عندي لها فيديو عندي لها فيديو كننسى. ها هي الاخوان مليحه الطوموبيل بزاف، ديك راه وسخه تماك، شرف الله قدركم 2011 قلت لكم. ها هي مليحه الطوموبيل، مليحه مليحه، انا راكب عليها السالوت ديال عندي، شديت بها الطريق سياره اللهم بارك، بساط على الريح. كاين التوران كما قلت لكم، وكاين عاوتاني هاد السوبر مارشي، الحي عندنا راه الزهر الله يبارك، ها حميميدي اليمونطاسيون جينيرال، احسن سوبر مارشي، احسن سوبر ماركت في القنيطرة، جارنا وحبيبنا. اييه شري طوموبيل عمرها سلعة ودير نضيدرات وتوكل على الله. سوبريت حميميدي معروف الله يبارك، عنده هنا وعنده في بفاس، حميميدي اليمونطاسيون جينيرال، راه زهرنا الحي بهاد لاليكوبو ولا اش كيقولوا له. هو هذا عادل الاوطو اخوكم عادل، حياكم الله، معكم على الدوام. وكاين هاد نيسان كاشكاي 2013 ديوان 2021، سبعة البلايص هاد الخيل مازوط، سطح بانوراميك، كوسانات كوير، لانتيري سيبيا ديال برا الاخوان، كاشكاي بلس دو يعني سبعة الكراسة. وكاين هاد هيونداي توكسون 2008 قلت ولا لا 15.5، هادي فيها حتى الكاميرا 360 درجة، في هاد المرايا وفي الاخرى كيبان لك الجناب ديال السيارة كامل اللهم بارك. هاديك الاكسترون 5 راه ماشي للبيع بلا ما تسولوني عليها، باقا بلايك فرنسا هاديك. هادشي اللي كاين الاخوان، قلنا لكم باسات سي سي، توران، بيكانتو، كاشكاي، توكسون 2022، ها هي موجودة، الثمن ديالها 31.800، العامرة، ما فيهاش غير السطح بانوراميك، فيها الكوير، فيها بواطا فيتاس بليتوش، ها هي. وكاينه هاد كرون ايديس 2019 ضربه 50,000
مليح الطوموبيل اللهم بارك. جاز ربعه بالضو العموريه لا كليم لي رباك لاسيستي مليح الطوموبيل. ها هي المليح المجبد الاخوان. ها خلاه واحد قال لي المليح القاطع. ديروا ابينو ديروا ضو حصار من عندك. هاي الاخوان الايدي صرا مليحه مليحه بزاف. الثمن ديالها 10700 ضربه 50000 المليح هيونداي اكسترون 5. كاين هذا الوحش الالماني مرسيدس 2021 جديد الطوموبيل هذه اللي قلنا لها مليحه نضيعوها نقولوا لها جديده ضربه 80000 سويفي فلامينزو ديال المرسيدس 2021 السد الخيل مازوط ضاربه 700 درهم العموريه. ها هي العموريه ما كاينش على السطح الكوير المرسيدس راكم عارفينها ضربه 80000 سويفي فلاميزو 8 ديال الفيدونجات. ها هي الاخوان الثمن ديالها 34800. كاين الياريس 2017 ايسانس الثمن ديالها 10200 ضربه 96000. دابا بزاف ديال الاخوان فاش كندير فيديو عام على السيارات اللي كاين في الكراج كيقول لك علاش ما كتذكرش الثمن. راه كل سياره عندها فيديوها الا الجداد اللي وصلوا جداد باقي ما درتلهمش الفيديو. الا بغيتي الثمن كلف نفسك شويه الا كنتي انتريسي فعلا راه تبرك على القناه تدخل عاد تشوف كاع الفيديوهات اللي عندنا. هذا راه شي مليون اللي بيعوه حتى هو 2023 ضارب 1500. شنو باقي لنا؟ عندنا هاد الرونز روفر فوغ 2016 ضربه 190000 طوموبيله جديده تبارك الله الثمن ديالها 36.5 اللي انتريسي نقادو معاه شي شويه عموريه كامله تبارك الله. هذا مصورت كاينه تيغوان 2014 ديوان 2024 باقا بلايك الالمان عندها شي 14 باش مدونها ولا شهر 12 2023 المهم عندها 4 شهور ونص ديال الديوان. وكاين هاد الارطيو 2018 اوتوماتيك مليحة الطوموبيل الثمن 24.5 الاوتوماتيك فيها كلشي الله يبارك. شوف واش محلولة هاهي هاهي هادي مليحة تاهي الله يبارك. وكاين هاد المرسيدس 2014 الديوانة 2018 الثمن ديالها هادي راه 1220 يعني راه غالية وعامرة ماشي عادية الموتور اللي فيها راه ولي في الكارية. ايه هادي الثمن ديالها الاخوان هادي مانيوال ماشي اوتوماتيك ضربة 256 256 اللي بغاها مرحبا. الثمن ديالها 17800 نرجعوا لهاد فيكنا تيغوان قلنا 2014 ديوانه 2024 ولا 2023 24 قل سيمانه المهم عندها 4 شهور ونص هاي الثمن ديالها 21.5 حنا كنصرحوا بالاثمنه الاخوان ما عندنا ما نخبيو كراج اخر ما تسمع الثمن حتى المهم احتياط كيديروا زعما على الروبريز وداكشي حنا حتى الروبريز راه ما كنديروش الروبريز اللي كتعرفوا زيدني نزيدك كنديروا كل طوموبيل ثمنها داكشي بما يرضي الله عز وجل كل طوموبيل ثمنها كنتراضاو على كل طوموبيل والثمن ديالها. اما داك الروبريز شحال غتزيد من البلاصه راه ما خدامش. هذه 2022 ضربه 50000 نص عماره الثمن 12.5 اخر ثمن اخر ثمن اخواني. وسمحوا لنا الاخوان لان مازال عندنا الاصلاحات الله يهدي هذا المعلم التعلميه ما بغاوش يفكونا خلاص الله المستعان. حياكم الله مرحبا بكم عند هذه الاوتوق نيترا قدام جامع بدر مرحبا بكم. هذه الاوتوق قدام جامع بدر ها الجامع ها الكراج الاخوان معكم خوكم عادل مرحبا بكم. وخونا هذا منتظر راه غيدير شي حاجه واعره كما قلت لكم. والسوبر حميميد الله يبارك راه من المحلات يعني صراحه ماشي كنزكيه لكن
راه دابا شي شحال من عام وانا حداه، من 2012، من 2012 وانا حداه الله يبارك سمعه طيبه. وش نقول لكم زعما كليان ديالو سيليكسيوني الله يبارك. كاين حتى محسن هنا الا بغيتو راه كاين هنا محسن في الخدمه، كل شيء عندنا موجود. هذا حدايا جاري وحبيبي نفس العمارة انا وياه، عندنا كونسيارج واحد ياك محسن. الله الوطن الملك حافظ الله جلالة الملك صاحب الجلال. الله يحفظك سي محسن. السلام على السي البشير. نوريكم تا نوريكم تا صاحبنا هذا، صحيبي قديم هذا، هذا سبحان الله العظيم اللي فتح هذا البوتيك حدايا. هذا شنو وقع لي معاه ياك السي علي؟ هذا شريت من عنده طوموبيله علي، فوكاش خديت من عندك السانطافيش من عام؟ بصح هذا خديت من عنده سانطافي، كانت السانطافي باقا ما كاينينش، خديت من عنده سانطافي ب 24 مليون. واش 2000 قبل ما ندير هذا الكراج، واش 2010 2000 شريتها من عنده ب 24.5 هاد المجرين. هذيك السانطافي 2009 شريتها ب 24 من عند هذا الله يبارك. هو دار حدانا هنا بوتيك ديال النظاظر. مرحبا بكم عند هذه الاطوق نيطره قدام جامع بدر، معكم خوكم عادي. راه اللي جا عندهم من طرفي، لا هانت اللي جا من طرفي عند هذا منظاظر، غير انا متاكد غندير معاه ثمن مزيان يبغي ولا يكره. واللي جا عند حميمي غنهضر معاه، اللي عند سي سلعه كبيره غير يقل معاه. يلا غنبززها عليهم هاد القضيه، هما ان شاء الله كرام طيبين ما يرفضوش. مرحبا الاخوان، مرحبا حياكم الله، بغينا نبسطوا معكم. مرحبا، وكلام حق كلام حق، اللي جا من طرفي غيديروا معاه مزيان ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.